في تونس علمت إذا عام نص ولا 30 ثم 800 قتيل، بينما في ظرف ساعتين ونص ولا ثلاث ساعات يعني من العشرة متاع الصباح قد دخل الجيش إلى حدود ماضي ساعة متاع النهار ساعتين 450 هذه حول 30. ثم حتى من حيث عدد الشهداء هي أهم من 38. في الحرب الأهلية 55 و56 اللي دامت عام ونص ولا ثلاث سنين، في تونس علمت إذا عام ونص ولا ثلاث سنين ثم 800 قتيل، بينما في ظرف ساعتين ونص ولا ثلاث ساعات يعني من العشرة متاع الصباح قد دخل الجيش إلى حدود ماضي ساعة متاع النهار ساعتين 450 هذه إحصاء الرابطة. نحاول تعرف الخروج وحده ولا كلوندور من لو 26 لو 26 شنو صار في الصباح؟ انا وقتها انا غايب في الخارج لانه كان قاعد في تونس في الحبس باذن من عبد الله فرحات. نهارتها في الصباح جماعه الاتحاد ما خرجوش من ديارهم وريضوا الجو خلي معناها الخدامه في الشارع لكن ما تعملوا شيء. شكون اطلق الرصاص؟ هما جماعه الصياح جماعه الحزب هما اطلقوا على المواطنين وعلى البوليسيه. ميليشيات الحزب يعني تتاكد انهم كانوا مسلحين. مسلحين وهم اللي بداوا الشبوك. خاطر سي محمد صياح قال لي لا لم يكونوا مسلحين، كانوا يبداوا عندهم عصي. لا 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 لا. تهرب الحقيقه من الاجابه. لا 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 هو معناها المسؤول هو اللي خرج الميليشيا بتاعه هما ضربوا وضربوا ضربوا البوليس وضربوا معناها المواطن. في اكل الكل كا 1200 تونسي يموتوا. في ساعه البوليسيه معنا اطلقوا النار باش يدافعوا على بعض ويسخروا من عند الخدامه المتظاهرين وغلط اللي هما جماعه وكذا ميليشيات الحزب ميليشيات الحزب. في ساعه البوليسيه ديبوردي احنا نقولوا ما عرفش معناها كبر عليهم شيء دخل الجيش. كان شيف دي تاماجور رحمه الله عليه معنا سي عبد الحميد الشيخ يسمع كلام سي عبد الله فرحات قالوا اطلع واضرب واقتل وما تخلي شيء. أول مرة تظهر في تونس ميليشيا وعصابات ميليشيا الصياح معروفة هذه في تاريخ تونس. يلزمنا نتحملوا مسؤولياتنا ويلزم يكون عنده قدرة وجرأة كبيرة على معناها فرض هالذكر هذه في تاريخ تونس، لأن منهم من هو خارج السلطة مثل اللي ذكرت توا السياح واللي هو تاريخه راهو تاريخ معروف بالانقلابات من انقلاب قربة بالنسبة للحركة الطلابية إلى حد وهو في السلطة معناها كيفاش كان عدو للشعب. هل الاتحاد العام التونسي للشغل عنده الشجاعة والجرأة الكافية أن يتحمل مسؤوليته في فتح تحقيق وفي معناها تحميل الناس مسؤولياتها؟ لأن راهو مازالوا في السلطة توا من هو قام عملية 26 جانفي يعني بقمع الشعب التونسي في 26 جانفي هو في السلطة الآن. هل نحن قادرون على أن نفتح تحقيق وذكر مهندزو ومنفذو 26 جانفي وإلا لا؟ وهناك الجيل الأول الذي لا يحتفظ ولا يعرف سنة 1978 إلا من خلال تونس المكسيك 3-1. وأتذكر لأنه اشتغلت على هذا الموضوع أتذكر أنه جريدة الشعب التي كانت يعني الفضاء الحر الوحيد في الصحافة التونسية في تلك الفترة والتي كانت يعني جريدة الشعب الرسمية وليس جريدة الشعب البديل التي يعني نشرت فيما بعد بطريقة سرية والتي كانت المتنفس الإعلامي للتونسيين نجدها تعنون في صائفة 1978 وفي صفحتها الرئيسية ودون ذكر أي شيء على التحركات النقابية وعلى النقابين المسجونين والنقابين المتابعين والنقابين المعذبين والذين قضوا تحت التعذيب مرحبا بعودة أبطالنا من الأرجنتين، في حين أن الأبطال الحقيقيين كانوا في السجون. صففونا ويدينا للحيط مهزوزة الفوق وعلى ركيبنا واحنا دايرين على كبر الهول متاع أمن الدولة. فجاء دوري مزلت في الدرجة الأولى مزلت كي حد يتسخي في الدرجة الأولى وكان عهدي بالإخبار. تخلى عليا كل اللي عنده سنتين نور في الكاراتين طاف 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 طاف
تحت في الدروش كملوا هزوني على ايديهم، هزوني فيصة وطلعوني للفوق حطوني في بيت وحدي، ما نزل ما حدوش في بيت، جابوني بعد واحد بوليس اسمه محمد حمزة ما ننساش طول حياتي، لانه هذا عنده مزية كبيرة على القضية. طرح كيف كيفاش هذه أمور تعلمها لأول مرة في تاريخ الاتحاد العام للشغل. هذا محمد حمزة وقت اللي ميت بالسر هزوا الأولاد الكل هبتوهم الساعة، هزوا الجيولات على بعضهم كده على بعضهم، وأنا قد غادي كيت سمى في ظلمه، لكن حمدت ربي وشكرته مد جيب لي كسكوت قبلين وقت روحه كله كليت همتي الله، والقط تحت طاولة بتاع البحث الابتدائي هو اللي يرقد هنا عمل حبيب والطالب البرنوس والقط، وغدا صباح بدأ البحث، بدأ البحث الابتدائي، بدأت مثل لا تسمع كافة السياح بتاع المناظرين النقابيين بالكروتي السري والتعليق والكهرباء، وجيبوا لي إخواتي تحت ولدي قد أخذني بيت في كاسو حطوني في كاسو صغير قد طوله قد عرضي، وتسمع تسمع في صوت خوك يا أمي أنتي يا أمي، وده كل تأثير مش قادر نزيد العاف في الحبس. نظرنا في الحبس أنا ومحمد التريكي عملنا رسالة لهدي نويرة سبيناه كما حبينا، ومشينا البرج الرومي وقعدنا 4 شهور، وقبل ما نشوف رجولي معناتها ضربنا مدير الحبس ضربناه أعطيناه تريحة باش حولنا لتونس. قالوا لنا مش هديكم لتونس باش نتجمع من النقابيل قعدنا نزوز، ادونا البرج الرومي ما خيناش 4 شهور على بلاصة غربان، عملنا 4 شهور خينا وضربنا واحد فيه وباش مشينا معناتها البرج الرومي، وصوبنا البيت الرطع اللي يعرفوها النقاب ما يعرفوها السياسيين هذه 36 درجة كي كعب اني مشيت لها وبت فيها 36 درجة. ليش اللي خرج حيبقى عشرون لذا قوت 79. المهم نحب نقول للنقابين تجربة، إذا صمت في كلمة ضربان عصارك ربي نخذك، وإذا أعطيت كلمة يضربوك ربغي الشيب فيك. أنا كليت طريحة بساعتين والله ما جاولي لحالي بعدها، أو قولها والله ساعتين هما يضربوا ويهددوا، إذا بصلت باش تعطيهم الضرب الأول ولا ما قاي سايبك. ماني أنا مجرد من كل ثيابي مؤخرتي ما فوق وراسي اللوتة، يقول له خلنا نقعدوا نرتاحوا بعد ما يضربوا معناها ويتعبوا يقعدوا يرتاحوا يشعلوا سواقة. كيفاش يشعلوا سواقة؟ راك السونتر يطفيه في مؤخرته، وهكذا دوا ليك يا سيدي. قداش نقعد في الحاله هذه؟ نقعد 30 يوم عندهم، وفي الليل نبات في مشوشه في الـ في الـ في الـ القاعه مبلوله، وقتها راهو الروح كذبانه ما ماك تعرف اللي يخرج في كوفر فيه معناها البلاد في حال طوارئ وكذا، معناها اللي بعد الستة معناها ساعات تمن يجيوا يحبوا يقتلوه يقولوا له يا برا وحدي ما عندك شيء، ويسيبوه من هنا يقتلوا لاخر القرن. واحد منهم يجبد الفرد يحطوه لي بين ليلي تفرج، هو يتكتك في الفرد هكا يقول له حط يتكتك في الفرد، ويجبد الجبدة الأولى في الفارغ، ومازال كان الجبدة الثانية ما أدري ما هو حاط لي واحد لهنا واكثر، ومع الكلام واللي يا طح علي اللي بيك يا اللي عليك يا اللي كذا، معناها هذا الكل ما عادش نحكوا عليه، والكفوف والكذا ما عادش نحكوا عليه. اش عملوا لي في اخر الامر بعد هذا الكل؟ جابوا لي دبوسه وانا مجرد من كل ثيابي وقعدوني على الدبوسه. وشنو انت يقعدوك على الدبوسه ويحطوا لك الفم بتاع الدبوسه في مؤخرتك ويبدأوا ينزل. بقى مش نزل اللي يقول لك، أما هي بارك في حد ذاتها كي تقعد فيها النجوم تشوفها، مش يزيدوا ينزل النجوم تشوفها. أني أسعفني الحظ أني ما يعني من مركز الشرطة خرجت، يعني ما بقيتش في متعديش للسجن حكم التحقيق، يعني معناتها ما تعديت حتى امرأة للسجن، يعني في المحاكمة سي، أما ما تعدى حتى امرأة للسجن يعني.